بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. فهذه هي الدنيا لا بد لمن ولد أن يرحل. قال صلى الله عليه وسلم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر طاب بانيها. فيا أيها الإنسان إنك ميت فانظر لمن كان قبلك وانقبر كم كان يبني في القصور معمرا وتراه بعد مماته سكن الكفر كم كان يلبس من ثياب فاخر وتراه بعد مماته سلب الإرادة واندثر. أيها الإخوة المؤمنون وخير استهلالا لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن الكريم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. وقال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أيها الإخوة المؤمنون نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من علماء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وفخر قراء اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبه بمدينة الشهداء فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز سلا محافظة المنوفية. نسأل الله له بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم
هذا صراط اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يا الذين آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الذين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف صحاف من ذهب وأكواب. وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف عليهم بصحاف من أنفس وتلذذ.
وأنتم فيها خالدون. وأنتم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يطاف عليهم بصحاف بصحاف من وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما ترى
أما برموا
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش فدرهم يقوموا ويلعبوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وهو الحكيم العليم وهو وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم
وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه يرجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا وقيله
وقيل يا رب وقل سلام فسوف يعلم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم. والكتاب المبين. والكتاب المبين.
إنا كنا منذرين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة
التي تلاها علينا علم من علماء القرآن الكريم وجمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبلي بمدينة الشهداء فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز سلام محافظة المنوفية. كان معكم وبتوفيقكم من عند الله الهندسة الصوتية والإضاءة الكهربائية الحديثة توجد وتطلب من مخازن الحاج فتح سويلة مشوشي بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الكبرى توجد وتطلب مخازن الحاج شحات البري بمدينة أشمون. أيها السادة يطلب الله سعيكم وشكر الله سعيكم جميعا.